هذا كيقول لك واسمه هو الحكم الشرعي نتاع الاكل ديال اللحم ديال الخيول، لحم الخيول، اللحم ديال العود ديال الحصان. في الحقيقه ان اكل لحم الخيول فيه يعني اختلاف بين العلماء، لكن احنا نولي السنة نتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية. الحمر الاهلية شنو هي؟ الحمير ديال الاهلية اللي كيكونوا مع الناس ويخدموا عليهم، ماشي الحمار الوحش، حمر الاهلية. اما الخيل فقد اضطر الصحابة في بعض الاحيان لاكل لحوم الخيل. إذن فهنالك من يكرهها فقط، يكره أكل لحم الخيل، وإلا فإن شاء الله تبارك وتعالى في بعض المذاهب لا بأس يباح أكل لحم الخيل، وخاصة بالنسبة لبعض الناس اللي كيكونوا مراض بالفقر ديال الدم وهذاك الشيء، راهم كياكلوه وبلا ما يسقسيوا على واش إن شاء الله تعالى ياكلوه ولا ما ياكلوش، راهم ياكلوه وراهم يذبحوا عندنا في وجده، وراهم يديروا عليه التور يشريوا ديك الكفته. ما يشقاش الناس تبقى يعني تراوى، راه كاين تكل في المغرب كامل. اذا ما كاينش ان شاء الله الان ما بقاش هذه المساله مطروحه كاع. ما بقاش مطروحه لان عمليا راهم ياكلوه. راهم يذبحوه وراهم ياكلوه. ولو كان حرام ولا لو كان الناس ما تديرش عليه التور. الناس دير عليه التور وباين يعني فين كاين الحانوت ديالو معروف راه في المارشي كوفير وراه هذاك الشيء. الحاجه اللي حرام هي اللي ما تاكلهاش. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا من الا ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. ما كانش جايه الحصان كان حتى شي اشكال.